كابتن بلال، من الضغوط اللي بتتعمل على الحكم اليومين اللي فاتوا دول، ازاي الحكم ينزل يتخلص من الضغوط دي بمجرد ما ينزل الملعب؟ خد بالك، بص، يعني هي ثقه الحكم في نفسه وفي امكانياته وفي قدراته، زي لعيب بالظبط. انا النهارده انا داخل بلعب مباراه قمه كلاعب، يعني بتكلم كلاعب، لا انا ما عنديش ثقه في امكانياته وفي قدراتي وعندي ثقه في زمايلي نفسهم، مش هعمل مباراه كبيره. صحيح. لو عنصر من العناصر اللي انا بمتلكها، المميزه اللي بمتلكها، قل بالنسبه لي، مش هعمل مباراه جيده. كذلك الحكم، لو انا النهارده ما عنديش ثقه في امكانياتي الفنيه، ما عنديش ثقه في قدراتي البدنيه، دي حاجه مهمه جدا. مزبوط. ما عنديش ثقه في الاثنين اللي موجودين معايا المساعدين، هعمل مباراه غير جيده. يعني هعمل مباراه سلبيه، هيبقى عندي مشاكل كبيره جدا. المهم يبقى عندك ثقه في نفسك. كباتن قالوا ان النهارده انت بتلعب من غير جمهور، تمام، وانت بتلعب بجمهور ممكن تحسب الحاجه صح 100%، وجمهور معترض عادي جدا. تمام. الثبات الانفعالي بتاعك موجود ولا مش موجود؟ عندك ثبات انفعالي ولا لا؟ مزبوط. دي مهمه جدا جدا بالنسبه للحكم. لو صفرت كوره مثلا وجي مدير الكوره اعترض، ولا اللعيب نفسه اعترض، ولا الفرقه كلها اعترضت، النهارده الحكم في عوامل مساعده. زمان ما كانش فيه كده. زمان كان ممكن تحسب بنالتي، خلاص انتهى، هو قرار واحد. صح. ما بترجعش فيه، وكانت كارثه. صح. بالنسبه للحكم. فالنهارده عندك عوامل مساعده، فالحكم اصبح يعني الامر بالنسبه له يكاد يكون سهل. الكارت الاحمر بيساعدك فيه الفار، البنالتي بيساعدك فيه الفار، يعني في حاجات كتيره جدا جدا عوامل مساعده بالنسبه لك. صح. فلو انت ما استغلتش امكانياتك الفنيه، رؤيتك في الملعب، تحركاتك الجيده، ثقتك بنفسك، يبقى ما ينفعش تتحكم في الوقت اللي احنا فيه ده. في الوقت اللي احنا فيه ده يا كابتن، يعني النهارده، معلش، النهارده كابتن علاء، مثلا بلال شريك كابتن شريف، كابتن امين عمر، على فكره الحكام ممتازه بغض النظر عن مباراه النهارده. طبعا يعني طبعا خلي مباراه النهارده على لوحدها، لكن هو طبيعي ان المباراه جيده، يعني دايما تشهد له بالكفاءه. يعني هم معترضين عليه يمكن عشان شبه شادي. شبه شادي، بس شادي اعتزل خلاص. لا، وبعدين اهلاوي وزملكاوي، اعتراض ابدا، طول عمر الكوره فيها حكم اهلاوي وحكم زملكاوي. طبعا. صح. بس مجرد ما بينزل الملعب خلاص دي بيحصل انتماءات. هل النهارده يا كابتن، معلش، النهارده لو حكم امين عمر النهارده واجاد زي ما قبل كده البنا اجاد، هل مش كلنا هنرفع له قبعه؟ طبعا. هل مش ده هتتحسب نقط بالنسبه له؟ طبعا. هل مش ممكن يتم اختياره في افريقيا للبطولات الافريقيه، ويبقى من ثم كاس العالم وبعد والبطولات الاولمبيه وما الى ذلك؟ هو مش البنا وضع طبيعي يا كابتن محمود؟ البنا لما حسب علينا بينالتي، مش اشادنا بيه في نهايه المباراه؟ طبعا طبعا، وادى اداء جيد جدا، وكان اداؤه رائع جدا. انا بشوف الحكم اللي يعني يخيب او يخطئ مع الفار، ما يعني المفترض ما يكونش له وجود على ساحه التحكيم. صحيح. اه والله العظيم مش معقول. اصل انت النهارده يعني معاك عامل مساعد مهم. صح. جدا في الكارت الاحمر وفي البنالتي، يعني اهم قرارين في الماتش. صح. اهم قرارين اللي ممكن يحصل فيهم جدل بالظبط، اللي هم فيهم مشاكل. انما مثلا فاول في نص ملعب ملحوقه، معقوله، يعني مقبوله، مبلوعه، تمام. مش مؤثره. لكن النهارده لو انت، وخد بالك كابتن، في بعض الاوقات وبعض الحالات بتعتمد على ذكائك وفكرك انت، ان انت في النهارده في كوره كابتن زي كوره الزمالك كده مثلا، الزمالك كان اللي هي سموحه، زمالك وسموحه. في ايده كده. أيوه. جريش مصفر بنالتي. طب ما دي مش بنالتي، ما دي بقى ترجع لخبرتك انت كحكم. ودراستك للقانون الجيد وقرارك. أيوه. تمام. قرارك اللي هو ما بخافش، خلاص انا شايفها ان هي مش بنالتي زي ما بيحصل في كل اوروبا. يلا. مش لازم ترجع فيها. لا، انت قصدك على الماتش اللي فات. قبل اتكلم على كان ماتش سموحه. هو ماتش سموحه. يعني في اوقات انا بشوف في اوروبا مش لازم يرجع للفار، خلاص هو قرار. صح. هو شايف. صح. ومهما اللعيبه اعترضت مفيش، هو انا خدت قرار السليم لان انا عندي الرؤيه السليمه المظبوطه. مظبوط. تمام. انما النهارده كل كوره، ما هو كل لعيب النهارده عايز يقع في ال 18، عايز الكوره تخبط في كتف اللعيب، عايز يجري يشوف الفار والنبي يا كابتن احسب لها بنالتي. لا، الكلام ده مش لا، وعارف مش سليم.